الله الرحمن الرحيم. احنا بنرحب بالنائب احمد عزلان رئيس مجلس الاعلى شؤون القبائل العربيه في حوار خاص لبوابه اخبار اليوم. اهلا بك يا فندم. يا اهلا وسهلا، اهلا بيك. حضرتك عايزين نعرف بدايه عن الفكره بتاعت المجلس، ازاي جت وازاي انتوا اسستوه؟ والله هو بعد ثوره 30 وانحياز القوات المسلحه لاراده الشعب، رأى أبناء القبائل العربية لزاما عليهم في هذه المرحلة الهامة من عمر مصر أن يكونوا ظهيرا لقواتنا المسلحة والشرطة وقضائنا الشعب. فمن هذا المنطلق تحركت القبائل على مستوى الجمهورية، بداية من الصعيد ومسؤول عنها النائب هشام الشاعري، نائب نجع حمادي، والنائب نصر الله حسين من شمال سيناء، ده مسؤول عن مدن القناة، وأنا كنت ماسك غرب الدلتا والمنطقة اللي هي الوسطى بالنسبة لمصر. الهدف الأول دعم قواتنا المسلحة ودعم ترشيح الفريق السيسي. تمام. عندما استشعر أهالي محافظات مصر، لأن المجلس بتاع المجلس الأعلى لشؤون القبائل بيضم 20 محافظة. استشعر بصدق القائد وإيمانه وإخلاصه للوطن، فالتف حوله أبناء القبائل على مستوى مصر. يعني عدد القبائل كام عندكم؟ على مستوى مصر العربية كام والمشتركين معك كام؟ والله إحنا على مستوى جمهورية مصر في حدود 400 قبيلة، وإحنا المشترك معنا 376 قبيلة. 376 قبيلة؟ بيمثلوا كام من نسبة المواطنين المصريين عددهم؟ والله القبائل العربية في جمهورية مصر العربية يتعدوا 30 مليون. 30 مليون؟ 30 مليون. طيب حضرتك عملت توجه للقصة بتاعت ان كل الناس بتحشد دلوقتي ال 25 يناير لدعم الفريق السيسي والنزول في الشوارع والمهدين تأييدا للفريق السيسي انه ينزل وطلبوه ينزل ويترشح للرئاسة، هل عاملين برنامج كده او تصور كده؟ طبعا 25 يناير هو المجلس الاعلى لشؤون القبائل وضع خطة بداية من دعم خطة المستقبل. تمام. بداية من الدستور. تمام. وكان المطالبة من الاول بان تكون الانتخابات الرئاسية اولا حتى ندخل على الانتخابات الرئاسيه ككتله واحده غير مفتتين. انت عارف ان الانتخابات البرلمانيه بتعمل شرخ. فاحنا قلنا لا، الانتخابات الرئاسيه اولا ثم الانتخابات البرلمانيه. تمام. ووضعت خطه في هذا الشان، وعملنا مؤتمر يوم 28/12 كان في البحر الاحمر ضم محافظات الصعيد بالكامل. ويوم الاربعاء 8/1 في الشرقيه. ويوم 12 في نجع حمادي. واخر الشهر على ما اعتقد لسه لم يحدد الميعاد هنكون في شلاتين وحلايا. البرنامج بتاعك ان شاء الله شهرين كله كامل ان شاء الله باذن الله. تمام. طيب حضرتك بالنسبه للقصه بتاع دعم الفريق السيسي، هل تعملوا استمرار توقيعات او تشركوا مع الحاجات اللي زي كامل جميلك، الصفحات اللي بتدعم دي والجروبات اللي بتدعم دي؟ احنا وسائل التعبير مختلفه. لسنا من انصار الاستمارات نحن عندما نقول نفعل. كلنا خلف الفريق السيسي والفريق اولا فتح السيسي مرشح القبائل العربيه. تمام. وهذا الشخص وقوتنا المسلحه خط احمر. تمام، ده صحيح. فلا بد ان يكون الفريق السيسي رئيسا لمصر نظرا للمرحله الهامه اللي بتمر بها مصر، والناس الشعب المصري انظر الى ما حدث في 30 ويوم 3 والتفاف الشعب حوله. طيب تقييمك للاحداث اللي في الشارع السياسيه اللي حاصله دلوقتي، شايفها ازاي؟ والله هو جماعه الاخوان بتنتحر. بتنتحر. لن تغير ما قامت به جماهير مصر. تمام. فلا بد ان تلتزم بما جاء بخريطه الطريق، واذا كان فكرت ان هي تندمج مع المجتمع السياسي تندمج. ولكن كل من تلوثت يده بدماء المصريين يجب ان يحرق. تمام. طب حضرتك بالنسبه للاوضاع الحاليه شايفه تحل ازاي المشاكل بتاعت الانتخابات الامنيه اللي شغاله في الشارع دلوقتي وتاثيرها على النشاط الاقتصادي والسياسي والسياحه في مصر الفتره الحاليه دي؟ ازاي شايف ممكن نعدي من الاوضاع؟ هي مصر هتعدي. ان شاء الله باذن الله مصر هتعدي برجال القوات المسلحه وبالشرطه وباهاليها وشعبها المحترم وقاده قبائلها على مستوى الوطن.
ان شاء الله باذن الله هتعدي بخرطه المستقبل بالكامل. مواجهه ما يتم في الشارع المصري ده يجب على هو دور ليس دور امني فقط. المفروض كل ابناء محافظه يتصدوا لما تقوم به هذه الجماعه الارهابيه. طب دول كنت في محافظه ايه دلوقتي؟ انت عندك حوالي 376 قبيله يعني 30 مليون لو نظرت لكل الاحداث الدائره في هذه المرحله هتجد انها في القاهره. احنا القاهره هي دوله تعداد مواطني القاهره 24 مليون. تمام. انت كلمني على محافظات المحافظات الحدود وهي الاهم في هذه المرحله. تمام. طب اتكلم على مطروح. مطروح يعني أول محافظة على مستوى الجمهورية سلمت السلاح للقوات المسلحة هي محافظة مطروح بناء على المبادرة الذي أطلقها الفريق عبد الفتاح السيسي في سيدي بران. وكل 10 أيام أو 15 يوم بيتم تسليم سلاح، وآخر دفعة سلمت 1550 بندقية آلي و267 صاروخ. هذا ما قدموا ابناء مطروح. طب حاله بالنسبه لابناء مطروح السلاح دخل ازاي عنديكم يعني؟ حاله الانفلات الامني كانت ليبيا كل العماله المصريه اللي موجوده في ليبيا اللي نزلوا في فتره الانفلات، وكان المنفذ السلوم مفتوح والمنفذ البري مفتوح والدول الحدود مفتوحه، كل اللي نزل من المصريين اللي نزلوا معهم سلاح. تمام. لكن ابناء مطروح ليس لهم علاقه بهذا الموضوع. طب حضرتك لو قدر ان الفريق السيسي نجح خلاص والانتخابات خلصت، دور مجلس الشورى القبائل رئيس الشورى القبائل هيبقى ايه بعد كده؟ دلوقتي الناس كلها دعم السيسي اللي يبقى رئيس لمصر، وده اتوقع طبعا انتم بتنادوا بيه ومعلن في كل وسائل الاعلام والعامه. نجح الفرقه بتاع السيسي والقصه انتهت خلاص بقى يعني. هو هذا المجلس اهدافكم ايه بعد كده؟ هو هذا المجلس يجب ان تعلم انه ليس له اي دور سياسي حزبي وليس لنا اي انتماء حزبي. في حاله ان شاء الله باذن الله ان يكون السيسي رئيسا لمصر سيكون دورنا اجتماعي انهاء الخصومات الثاريه على مستوى الجمهوريه. تمام. ايصال صوت ابناء تلك القبائل المهمشين في شلاتين وحلايب او في محافظه في غرب مطروح او في شمال او جنوب سيناء، الصوت الحقيقي المحترم المطالبه ب اي مطلب يخص ابناء تلك القبائل. تمام. وليس لنا برضو اكرر واكد لك ان احنا ليس لنا اي انتماء حزبي في الان السابق او الحاضر. طب حضرتك مستقبليا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسيه واستقرار الحياه السياسيه في مصر كنتش تعملوا حزب؟ ما اعتقدش ان المجلس الاعلى لشؤون القبائل، اولا المجلس الاعلى النهارده اسس من حوالي اربع شهور وهو اقوى من اي حزب موجود على الساحه. تمام. ومعظم اعضاء وهو اعضاء المجلس 400 عضو. ال 400 عضو دول منهم 187 نائب شعب وشورى. تمام. هؤلاء هم اعضاء المجلس الاعلى لشورى القبائل. طيب حضرتك السؤال، العدد بتاع اعضاء الشعب والشورى رجعنا للحديث ان المجلس اغلبيه انتماءاته لاحزاب حزب وطني سابق او اعضاء سابقين في الحزب الوطني. برضه مدى الحزب الوطني دول اعضاء، كان الحزب الوطني هو اللي بيسرع وبيجري عشان يرشح، لان دول ابناء قبائل وابناء عائلات كبرى. هو داخل المجلس ناجح سواء بالحزب الوطني سواء بحزب الوفد سواء باي حزب. احنا هنتكلم عن الحزب الوطني، الحزب الوطني عندما قام ثورة 25 لم يفعل اعضاؤه ما بيفعله الاخوان الان. كلهم خدوا جنب بادب واحترام لان هم عارفين نفسهم ابناء قبائل سيعودوا الى اماكنهم. اما ما يحدث الان ده شيء ما لا يصدقه اي انسان وطني في هذه المرحله ويشوف اللي بيحصل ده كلام مش مظبوط. حضرتك لا تنفي ان الاعضاء الموجودين معاكم كانوا اعضاء وطن سابقين.
90% منهم اعضاء حزب وطني. والحزب الوطني ما حدش ليه عنده حاجه. الاعضاء دي الانسان اللي اخطا او اللي عليه حكم قضائي او سرق او نهب ده يحاكم. اما دول ابناء عائلات اشرف من اي حد موجود في مصر. طيب حضرتك اللي بتفيد الاسبوع اللي جاي تقريبا عندهم حاجه او الاسبوع ده الاربع اللي جاي في الشرقيه هتعملوا هناك؟ ده مؤتمر. هذا المؤتمر عنوانه من اجل مصر ولا للارهاب والحشد والتصويت بنعم للدستور. وسيكون في مدينه الحسنيه عند مستضيف المجلس الشيخ ليوى عضي ليوى الطحاوي. ده عميد عائلة طحاوية وابن القبائل العربية. وسيكون ذلك يوم الأربعاء الموافق 8/1/2014. اشتغلت شوية كويس جدا في الشركة، يعني كنت اشتغل في القاهرة، اشتغلت عملت مؤتمر كبير. كنا عايزين نعرف ايه نصيب الصعيد في المجلس الأعلى. مفيش مؤتمرات حصلت عندنا مثلا في سوهاج، في أسيوط، في هنا في الأقصر، أو في خطة مستقبلية تعمل حاجة مثلا؟ لا، هو المجلس تدشينه كان في 3/12 بالقاهرة، وكان القاهرة كمكان متوسط لكل أبناء القبائل الإسلامية. تمام. وبعدها عملنا في يوم 28/12 في البحر الأحمر كأقرب مكان للصعيد. وحضروا أبناء المنيا وأسيوط وسوهاج وهنا والأقصر وأسوان. تمام. ويوم 4/8/1 في الشرقية، ويوم 12 في نجع حمادي. يبقى كده تمام. يوم 12 في نجع حمادي، وآخر الشهر في شلاتين وحلايب. تمام. شلاتين وحلايب وأبو رمار. آخر حاجة في الجنوب. آخر حاجة. وبعد كده هنرجع بقى لبحري. لمطروح. وهذا الاجتماع هيشمل مطروح واسكندريه والبحيره وباقي المحافظات. المجلس في حاله انعقاد مستمر حتى تستقر البلاد. احنا في نهايه حديثنا لبوابه اخبار اليوم بنشكر النائب احمد اسلام رئيس المجلس الاعلى لشؤون القبائل في حوار خاص لينا. شكرا. شكرا. شكرا.